نوردين، قبل قليل كنا نتحدث عن موضوع الفيسكال كليف التي يبدو انها وصلت الى طريق مسدود. كنا تابعنا في التقرير قبل قليل موضوع اوروبا، لكن يبدو ان ما فعله صناع القرار حتى الان منذ فجر الازمه هو كسب الوقت او شراء الوقت لا زياده ولا اكثر. كل من يعني ينظر الى ما حصل منذ بدايه الازمه العالميه الى الان هي جميعها كانت كسب الوقت، كل التاجيلات، كل القرارات، كل يعني في على الاقل مثلا في اوروبا لم نشهد اي قرار خلال عام 2012، سواء كان تاجيل للعام 2013. كل الاطروحات او كل يعني الاقتراحات حول التكامل المالي على الرغم من القمم الكثيره التي كنا شاهدناها، لكن في كل مره يكون هناك تاجيل وتاجيل وتاجيل. في كل العام 2012 شهدنا هناك قرارين، القرار الاول كان للمحكمه الدستوريه او مصدره المشكله بيد المانيا، القرار الثاني كان تنازل ميركل نوعا ما قليلا لاخراج البنوك وهي تزيد المشكله. اخر قرار كان اللي هو لليونان واعطائهم ال 44 مليار قامت من خلالها اليونان بإعادة شراء دينها، لكن نظرنا اوكي ممكن مشكلة اليونان تكون قد حلت، لكن انظر الى الباقي. عندنا بإيطاليا الآن امامنا انتخابات جديدة، ألمانيا في عندنا انتخابات السنة، لكن إيطاليا الآن في وضع يعني أسوأ من ما كانت عليه بداية العام. الدين العام وصل إلى أكثر من 2 تريليون، كان في بداية العام الحالي او 2012 كان 1.9 تريليون 1.9 تريليون، لكن الآن وصلنا إلى أكثر من 2 تريليون. بالرغم من انه يعني مع سياسه التقشف وغيرها من هذه الامور، الا انه اصبح الصراع الان سياسي بشكل او باخر، سواء كما ذكرت لك سواء كانت في اوروبا او سواء كان في الولايات المتحده الامريكيه. استمرار الدين هو ما سيؤزم المشكله، يعني الولايات لكن حتى الحلول كانت متشابهه ولو اختلفت الكميات او الاحجام والتسميات. مثلا اذا ما تحدثنا عن الاي سي بي فانا نتحدث عن الانتي اروز، يعني كابرز شيء منذ بدايه العام الماضي ونهايه العام 2011 وبدايه 2012، في المقابل كيو ايز في من قبل الفدرالي الامريكي، وبالتالي هناك نفس المعالجه على ما يبدو لهذه القضيه. سنعود للحديث اكثر